مساء الخير للجميع. من أجل أفكار متنوعة في هذه القناة، سوف أحرص على تقديم لمحة من حياة من تركوا بصمة في تاريخ الأدب والفلسفة. والبداية اليوم ستكون مع فريدريك نيتشه. الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. ولد فريدريك فيلهلم نيتشه في 15 من تشرين الأول أكتوبر سنة 1844 في قرية روخن في الجزء الشرقي من ألمانيا. كان والده كارل لودفيك نيتشه قسا في تلك القرية، وقد توفي سنة 1849. وترك فريدريك في عمر 5 سنوات، حيث قامت والدته فرانشيسكا بتربيته بمعية شقيقته الأصغر إليزابيث. كان فريدريك متفوقا في دراسته، خصوصا في مدرسته سكولي فوراتا المرموقة، حيث تخرج منها سنة 1864. في سنة 1869 ولج جامعة لايبزيتش في تخصص علم فقه اللغة، وقد كان متفوقا في اللغة اليونانية القديمة لدرجة أنه عين أستاذا في جامعة بازل عندما كان في منتصف العشرينيات. كان تأثره كبيرا بآرثر شوبنهاور، حيث وقع على كتابه العالم إرادة وتمثلا، وقد كانت هذه الواقعة حدثا مصيريا في حياة فريدريك نيتشه، بالإضافة لصداقته مع الموسيقي ريتشارد فاغنر وتأثره بعبقريته الموسيقية وشخصيته الجذابة. في سنة 1872 خلال عمله كأستاذ فقه اللغة الكلاسيكية في جامعة بازل، نشر كتابه مولد التراجيديا، ثم نشر بعده في سنة 1878 كتاب بعنوان إنسان مفرط في إنسانيته. بدأ فريدريك نيتشه في إبعاد نفسه من الثقافة الكلاسيكية وتعاليم شوبنهاور، وبدأ الاهتمام بالقيم الكامنة وراء حضارة العصر الحديث. في سنة 1879 استقال فريدريك نيتشه من منصبه كأستاذ في الجامعة، وتدهورت علاقته بفاغنر، وكانت معاناته شديدة من اعتلال عصبي. في سنة 1882 التقى فريدريك نيتشه بلو أندرياس سالومي التي تقدم لها 3 مرات لكنها رفضته. عاش فريدريك نيتشه في عزلة تامة، وانتقل إلى جبال الألب في سويسرا ثم إلى فرنسا وصولا إلى إيطاليا. كانت سنوات الثمانينيات من القرن 19 متميزة للغاية له كمفكر وكاتب، حيث نشر خلالها كتاب هكذا تكلم زارادتش بين عامي 1883 و 1885، وأردفه بعدها بكتاب ما وراء الخير والشر سنة 1886، مرورا بكتاب جينالوجيا الأخلاق عام 1887، ختاما بكتاب أفول الأصنام عام 1889. كانت فلسفة فريدريك نيتشه من خلال كتبه كلها تتمحور حول فكرة التغلب على النفس وعلى الظروف من خلال ما سماه بالإنسان الخارق، وكانت ترتكز فلسفته على 3 أسس: الاعتراف بالحسد. والحسد كما عرفه فريدريك نيتشه كان جزءا كبيرا من الحياة، وكان هنا اصطدامه بالمسيحية التي كانت تدعو للشعور بالخجل من الشعور بالحسد، وكانت تعتبرها إشارة على الشر، لذلك نخبئها عن أنفسنا وعن الآخرين. وكان يدعو أنه ليس هناك شيء خاطئ بالنسبة للحسد طالما نستخدمه كمرشد لنا وكمحفز لما نريد حقا أن نكون، وما يجعلنا نشعر بالحسد يجب أن نجعله كرمز لما يمكننا أن نكون يوما. ثانيا، لا تكن مسيحيا. كانت آراؤه
جدلية، ولكن هدفه كان أكثر براعة وإثارة. لقد كره المسيحية لحمايتها للناس من حسدهم. على حسب نيتشه، فقد برزت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية القديمة في عقول العبيد الجبناء الذين لم تكن لديهم الشجاعة للحصول على ما أرادوا، فتمسكوا بفلسفة تجعل من جبنهم فضيلة، وسمى هذا بأخلاق العبيد. وهنا حيث يلخص فكرته عن موت الإله، وقد ترجمها بمعادلة الضعف يساوي الخير. وصارت المسيحية في نظره آلة عملاقة للإنكار المر. ثالثا، لا تشرب الخمر. خلال حياة نيتشه كان يشرب الماء فقط، وعندما يريد مكافأة نفسه كان يشرب الحليب، وكان يؤمن أن الجميع يجب أن يفعلوا مثله، ليس لأسباب صحية وإنما كفكرة من فلسفته، كما وضح في قوله أن هناك مخدران عظيمان في الحضارة الأوروبية، المسيحية والخمر. لقد كره الخمر مثل المسيحية لأنهما بالنسبة له يخدران الألم ويجعلان الإنسان يطمئن بأن كل شيء جيد كما هو، ويضعفان عزيمتنا على تغيير حياتنا للأفضل. القليل من الخمر يجعلنا نشعر بشعور عابر بالرضا. كان نيتشه مهووسا بحقيقة أن القيام بأمور قيمة فعلا هو أمر مؤلم. في سنة 1889 عانى نيتشه من حالة من الضعف العقلي الشديد، ولا يزال نقاش كبير حول أسباب جنونه، على الرغم أن المؤرخين قد عزوه إلى مرض عقلي موروث وورم بإفراطه في تناول العقاقير المهدئة. في 15 من آب أغسطس في مدينة نومبورغ سنة 1900 رحل فريدريك نيتشه بعد مدة قصيرة قضاها في مستشفى الأمراض العقلية، وترك فريدريك نيتشه وراءه إرثا في علم اللاهوت والفن رسم بها معالم فلسفة القرن العشرين. أثرت أفكار نيتشه حول الفرضية والأخلاق ومعنى الوجود على تفكير الفلاسفة بعده، بدءا من مارتن هايدغر وميشيل فوكو، وصولا إلى كارل بونغ وسيغموند فرويد، وهما اثنان من أهم مؤسسي الطب النفسي، وفيما يلي مجموعة من أشهر أقواله واقتباساته. من لديه سبب للعيش يستطيع العيش بأي طريقة تقريبا. الأفكار في ظل العواطف فهي أكثر ظلمة وأكثر فراغا وبساطة. ما لا يدمرنا يجعلنا أقوى. إذا كنت تظن أن الحياة صعبة فعليك بالاستمرار، لا تبحث عن الحياة السهلة بل ابحث عن القوة. لطالما ركزت فلسفة نيتشه على ضرورة أن يكون المرء شجاعا وأن يخوض المخاطر وأن يواجه المواقف الصعبة حتى يتمكن من جني ثمار الحياة. بالنسبة له لا مجال للعظمة والنجاح دون المرور بدرب الألم والتضحية. من يقاتل الوحوش عليه أن يحذر كي لا يتحول إلى واحد منهم. قد يضطر الجنود أثناء محاربتهم أن يتحولوا هم أيضا إلى أشخاص قساة عديمي الرحمة، والأمر ينطبق أيضا على الحياة اليومية الواقعية. بيد أن ذلك ليس بالأمر الصحيح، إذ واجهتك مصاعب في حياتك احرص على أن لا تجعلك متحجر القلب، بارد المشاعر، أو عديم القدرة على إظهار العطف واللطف للضعفاء. في بعض الأحيان لا يرغب الناس في سماع الحقيقة لأنهم لا يريدون أن تتحطم أوهامهم. الشخص الوحيد الذي يمكنك أن تساعده هو الذي يرغب في الحصول على المساعدة حقا، وكثيرون هم الذين لا يرغبون في ذلك. كلما ارتفعنا إلى الأعلى ظهرنا أصغر بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الطيران. الطريقة الأضمن لإفساد الشباب
هي من خلال توجيهه لتقدير أولئك الذين يماثلونه في التفكير أكثر من تقدير من يفكرون بشكل مختلف عنه. ومن يملك غاية للعيش يمكنه تحمل أي شيء يعترضه في الحياة. لا يمكن لأحد أن يبني لك الجسر الذي تعبر منه لتغير مجرى حياتك. لا أحد يمكنه ذلك سواك أنت. لك طريقتك ولطريقتي. أما فيما يتعلق بالطريقة السليمة والطريقة الصحيحة فلا وجود لأي منها. الأفكار هي ظلال المشاعر، دائما ما تكون أكثر ظلمة وفراغا وبساطة. عليك أن تصالح نفسك 10 مرات في النهار، لأنه إذا كان في قهر النفس مرارة فإن في بقاء الشقاء بينك وبينها ما يزعج رقادك. كم هزئت من أولئك الضعفاء الذين يعتبرون أنفسهم صالحين لمجرد أن لا مخالب لهم. إن العزلة ضرورية لاتساع الذات وامتلائها، فالعزلة تشفي أدواءها وتشدد عزائمها. إذا أساء إليك أحد فقل له إنني أغفر جنايتك علي، ولكنني لا أقدر أن أغفر لك ما جنيته على نفسك. أكثر الأكاذيب شيوعا هي الأكاذيب التي نوجهها إلى أنفسنا. أن تكذب على الآخر فهذه حالة نادرة مقارنة بكذبنا على أنفسنا. علينا ألا نهتم بآراء الآخرين، لأننا نعرف ما هي مقاييسهم وموازينهم. وإذا كنا نحن موضوع هذه الآراء وجب علينا أن نتلقاها بالإشفاق على أربابها. إن العالم يتفق كلية في مقولات النعم ولا ضمن نقد ما فكر فيه غيره، أما هو فإنه لم يعد يفكر. الحرية هي الرغبة بأن نكون مسؤولين عن أنفسنا. لا تتخذوا لكم من الأعداء إلا من يستحق البغضاء، وتجاوزوا عن عداء من لا يستحق إلا الاحتقار، وأن تتباهوا بعدوكم. من لا يستطيع التخلي عن شيء لن يستطيع الإحساس بأي شيء. لقد اخترعنا السعادة اختراعا. أعتقد أنني حين أكون وحيدا أرى أصدقائي بشكل أفضل. أراهم في جو ملائم خلافا لما أراهم عليه حين أكون قريبا منهم. ويوم كنت أحب الموسيقى أكثر، حين كان لي إحساس دقيق بها كنت أحيا بعيدا عنها. يبدو أنني أحتاج لآفاق بعيدة لكي أظن بالأشياء خيرا. نادرون أولئك الذين لا يتاجرون بأخطر أسرار أصدقائهم عندما يعجزون عن إيجاد موضوع للمحادثة. نسمع في لحظات الفرح الغامر صرخات الرعب أو البكاء الموجع، اشتياقا إلى شيء ما فقدناه بلا رجعة. إن الحسد يطهر بالمعرفة فيرتفع بها إلى العلم، لأن من يطلب الحكمة يطهر جميع غرائزه. المفكر، أن يكون مفكرا هو أن يكون قادرا على جعل الأشياء أبسط مما هي عليه. إن الفلسفة كما كنت دوما أفهمها وأعيشها هي الحياة طوعا في الجليد وفوق الجبال الشاهقة، البحث عن كل ما هو غريب وإشكالي في الوجود، وعن كل ما ظل إلى حد الآن منبوذا من قبل الأخلاق. إذا أعجبكم هذا المحتوى فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك ومشاركة القناة مع أصدقائكم. شكرا للجميع.